عسلامة. عسلامة. لباس؟ لباس. قد من أروح؟ اسمي سالمة. منين؟ أصلي من قمرت ومعرفش ونسكن في المنيهلة حي الطضان. مرحبا بك. مدام احنا اليوم باش نحكيو على العلاقات بين الجيران. كيفاش تراها أنت اليوم؟ أنا جيران شفتهم وريتهم يتلهوا ببعض. كيفاش يتلهوا؟ حاجة. باباي منين جيت هذي وكيفاه وعملت وكذا باباي ما يجوش يقولوا لك في وجهك راه يبدا من تالي فهمت تا وانا نسمع نحسب روحي ما في بالي سمعت انت نسمع حكيو عليك ها اطرش في الزف عزوزه ما يهمني قرص شمني يعني وش مدخلني يعني. احكي بينك وبين الرب ياك لا نعارك لا نعمل حاجه فيش علاقتك مع جيرانك معناها أنا علاقتي معناها وكان سمعت بمريض نمشي وكان استدعوني في الفرح نحب نمشي نحب ما نمشيش انا حره فهمت كاو ها شبيك ما جيتش هلا غالب والله ليش ولا نكذب راه هكا وانا علاش انت ما هكا هكا خاطر ياكلوا في الغله ويسبوا في المل شفت من طهور ولدي مشيت لهم راني مشيت قبل كي والكل كل هاي ما سكنت غادي كمان في حوم هاي نمشي معناها والكل ومن بعد هكا هاو جبت روح وقتاش ما لقيتهمش معاك هاي ما مش باهي مش باهينا يحبوا رواحهم واللي يحب روحه يجبد منه خير والله كي يبدا خوك اجبد بين حومتك القديمة معناها أنت كنت تعيش في قمرت في قمرت والمرسى وبوس السلا فهمتي؟ إيش بين حومتك إيش تجيب؟ شنو هو فرقة؟ أبب لباس شنو هو فرقة؟ احكي لي شنو فرق معناها كنا ناكلوا مع بعضنا ونعملوا مع بعضنا ونخرجوا بنتك وبنتي تخرج مع بعضها معناها وخيان وما نعطوش بعضنا فهمتي؟ كي نخرجوا قبل ما نعطوش بعضنا مثلا احنا نطيبوا طنجره انت توكليني وناي نوكلك معناها وتبدا بنتي مثلا انا نخدم وبنتي تقرا وتجيب احدى بنتك وخاطر يقراوا مع بعضهم ويمشوا مع بعض ما عندناش ما اللي يقولوا لك يا اللي بيك يا اللي عليك راني انا نوكل فيك وانا ما عندناش غادي يقولوا يا اللي بيك يا لا يقولوا معناها يا اللي بيك اللي عليك وكان مانيش انا شدت لك بنتك وكان مانيش فهمتيها تو مش كيما فرق نتاع ناس قبل تاع السبعينات وتاع تقصد في الوقت تبدل الوقت ليه الوقت هو العشرة ونص في يدي العباد هي اللي تبدل خاخة خاطر خامجة واللي يبدل مخه هكاك راه من جماعة الشياطين وجماعة الشياطين ديما تبعدي منهم حتى في خدمتك راه تبدي جنوبي كي تاك يعطيك الكرتوش هوب ابعدي زرت حيك الحنش هكا انا كيك اختي طب معناها ما تحكي مع حتى حد ولا لا 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 صباح الخير صباح الخير ونحب نحكي ونحب نقول ونحب نقول جيني جارت تقول يا وش بيك راني صبحت عليك والله لا سمعت هاني نقول هيك من تو مال هاي صباح الخير انت نعرفوا انه الجار وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انا نقول للرجال وهما يقطعوا ويريشوا علاش كاينك شيء ما عملتي فهمت عملت به انت صحيت شافوش بي لا انا عرس الايتام وطهرت الايتام وكل وبالرغم امراه جيله راه وعندي وليد خلاهولي عمره عام بارك الله عمره 27 سنه ويفركس في خدمه وبطال شنو ماك بطال هاني نصرف عليه باش ما تعملش لا هكا لا هكا مش تو تصرف على ولدك ها مالا نخليه بالشر خليه يمشي يعمل براكاجات ويسرق بالطبيعة صحي فهمت وانت تخدم مدام ولا لا شهريت مولابيت الله يرحم اكيد شهرية شوي لا الحمد لله بنيت بها الديار والحمد لله علاش يحسدوا فيا خاطر الراجل خاطر خلاهولي عمره عام الطفل ولا تبارك فيش يحزوك ماني على الوضعية هي راجل يتوفى من 96 7 جويلية باهي برشا. بدينا نخدمه احنا في البنية كي جاتني الفلوس بدينا نخدمه من 97 يعني بنيت قبل انت انا اول وحدة بنيت على الثاني
وهما بداوا يتزرطحوا يطلعوا كيف مراها جاله تبني. ما جات 2007 الا كملت الدار الثالثه بالمخ، يلعب مخ العب مخ. يعني حزوك كيفاش بنات؟ كيفاش نبنوا؟ طفل صغير وهي تبني له، وهي نبني للوقت ميم كما الوقت نتاعنا هذا. لقيناها كري مش فايدة، عندي فلوس نصبغ بهم شعري ونقد بهم شعري ونجري بهم شعري ونعمل وانت ما تصل بحتى سول انت. يعني لازمك تعرف كيفاش تستغل. لا اخي تو انا بنيت داري، جاو هما قالوا لي مخ منك مخي. لا مخي خاطر بنت ناس قبل، انا عمري من السبعينات عمري 19 سنه وانا نبني في دارنا، معناها التربيه هذيك قعدت فيا كالدم هذيك كعبة يجور عنده. انت كان في كعبة يجور صحيح كهو للتكوين، انا لقيناها في الثوره باش هيك حتى ولدي بطال نحلو كل الكراج هذاك والدار الكري يعيش هو ومرته وولاد. فهمتي تو علاش انا تعبت انت نصور في حياتك؟ ميسالش ميسالش تعب مخلوق مو ديما، خاطر انا كي نهز 10000 في يدي هكا يجيني نطلب ربي نقول له يا ربي نزل فيها البركه. شكيك هو عنده 10000 تاني شوف فيه من تو كيما سنه العيد ما كنت عايتو هي علاش ما تحبسيش السنه العيد؟ لا ما نحبسوش احنا نشريها ذاك فيز وانتي كاري هذا الضرب وين؟ يعني ما يحبوا لكش الخير؟ ما يحبوش. انا مني مشيت للطبيب وقال لي مدام عاش تاكل علوش ناكل فيه مره في قدام 7 سنين ما حطيتوش في يدي العلوش، اما نشري راه اما العلوش بنشري العيد عليه قري به ولدي عندي الماء والضوء ونخلص ولدي خاطر قرايته بالفلوس شنو؟ تو كيما القرايه نتاع السنه صفر ولا لا؟ كان جيت من قيس سعيد السنه 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 تضرب الكرتوش تشدها استاذه والمعلمه اللي تعبت التلميذ تشد الدار جيب لك المعوضين. صعيبه انت مدام بنت بورقيبه رانا مولودين 57 بورقيبيه صحيح وبنت الزين زاده كيف كيف. خلي لك كلمة الختام. ان شاء الله تونس باهية، وان شاء الله لاباس، وان شاء الله قيس سعيد يفيق على روحه كهو.